لا حديث هذا اليوم سوى عن رأس السنة الميلادية الجديدة التي تصادف للعام الثاني على التوالي استمرار فيروس كورونا بمختلف دول العالم، لكن ذلك لم يمنع المغاربة من الاحتفال بها كل على طريقته الخاصة، كما هو الشأن بالنسبة لأرباب المخابز والحلويات بأكادير، حيث يسارعون الزمن لتوفير ألذ الحلويات لزبائنهم ولإرضاء كافة الأذواق. تنستعد في أحسن الظروف وتنستعد لجميع المناسبات رأس السنة. الحمد لله هذا العام جات بليبش جداد وبليزونترومي جداد، والاستعداد الحمد لله والإقبال في متناول الحلاوة الموجودين الحمد لله. بالنسبة للبوناني أو رأس السنة كنوجدوا دي غاتو، كاينين دي بيش، كاينين دي زونترومي لوكس، اوسي كاينين دي زونترومي كاري. وبالنسبه للي مارك او لا لي غاتو اللي عندنا كاينين بزاف لي غاتو. المهم نقترح لكم واحد شويه لي غاتو، تقريبا كاين كود سولاي او تيرم ديال فرامبواز فريز، كاين كاراميل تريف، كاين كروكو زامون دي معروفه بزاف كاينه، وكاينه اوبيرا على باز ديال كريم بور كافي، اي اوسي كاينه زيكزاك بلا كروكون او زاموند افيك دي نوا. كنحاولوا نوفروا جميع مستلزمات اللي كيبغوها الناس هنا في اكادير بمناسبه سنه نهايه السنه الميلاديه. كنلاحظوا اقبال لا باس به لا باس به مقارنه مع السنه الماضيه نظرا للظرفيه الحاليه كوفيد 19 وما يترتب عنه من ركود في تجاري. مناسبة تأتي لخلق رواج اقتصادي بعد ركود ملحوظ منذ بداية ظهور الجائحة، وفرصة جديدة لتبادل الزيارات والتهاني بأن تكون سنة 2022 سنة ازدهار ونماء. فاحنا الحمد لله في الظرفيه كيف ما كنشوفوا في الاخر ديال السنه كيف العدد ديالنا وكيف كانوا وعدوا الزبناء ديالنا ولبيوا الرغبات ديالهم باش نكونوا في المستوى وحسن الظن ديالهم. فالحمد لله كيف ما كتشوفوا كل شيء موجود الحمد لله، رغم هاد الظروف اللي عشناها وهاد الجائحه اللي داس ورغم هاد الغلاء الاسعار صراحه كانت ظرفيه صعيبه، ولكن الحمد لله الزبناء فوق كل شيء يعني حاولوا باش نلبيو لهم الرغبات ونرضيوهم الحمد لله. الحمد لله الاقبال يعني اللهم لك الحمد، يعني كاين واحد التغيير بالنسبه للسنه الماضيه. سنه سعيده لجميع المغاربه والاكاديريين كذلك. تم زوارت بعدا اسكواس منونا مباركي اتيت في الاول شكش مربي سوا فول كيد لهنا تسلام تغزي الله عمر ان شاء الله اسكواس يخفو سكواس دولا اسكواس اي مازيغن. مسبقا باش كيس نتهنى الصغيره اكون يحفظ ربي اتمنى يميد نسوس يو سكواسي حلان يا تدرتي حلان ارنت منا ان في الاختي تيت ما دونت ان شاء الله ادي دا غورين اسياس تريدي داغ الهضرت تريدي داغ الفراج تريدي داغ تطسا ودماون حلانين اكون يحفظ ربي تي مازيغن هاتي تويسان الحمد لله ستقولات تويسان ارتمونا توجات تويسان صغرمي او اختادي اختاد حتى انت هاتي تويسان سلحلاوي تبارك الله ما كله يقال المهم غا 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 المسائلات يعني التمنتوجة كل ما رد غسم منتوجة هاتي فولكي كل ما رد غسم مدن هاتي فولكي. انتعاشة من شأنها أن تخفف من تداعيات كورونا على قطاع المخابز والحلويات في وقت يبرز فيه هذا الاحتفال الانفتاح والتعايش الذي يتميز به المغرب على مختلف الأصعدة.